السلام عليكم، معكم محمد الغزلاوي، رئيس جمعية نادي زيمة الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسماعية، ممثل إقليم اليوسفية. أولا كنشكر الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة على احتضان مدينة اليوسفية الدور الأول لكأس العرش لكرة القدم الصم بمدينة اليوسفية بين الفرق التالية: فريق نادي زيمة الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسماعية ممثل إقليم اليوسفية، وفريق جمعية التضامن بالفقيه بن صالح، وفريق جمعية للأشخاص ذوي الإعاقة للصم والبكم بأبي الزعد إقليم خريبكا. كما نشكر عامل إقليم اليوسفية والمندوبية الإقليمي للتعاون الوطني على الاهتمام والمواكبة لذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم اليوسفية، والفعاليات الشريكة وعلى رأسهم المكتب الشريف فوسفات اللي حجز القاعة لأول مرة في تاريخ مدينة اليوسفية لكرة القدم الصم. كما نشكر المهتمين من البعيد والقريب على إنجاح هذا الدور والمنابر الإعلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.